تأشف، تخفيض معاشات، توقف مساعدات. لبنان مقبل على أوضاع معيشية صعبة. هل بيمرق التأشف مرور الكرام؟ معقول يولع ثورة أو على الأقل معارضة شرسة؟ ما بعرف لشو المجلس النيابة إذا النواب ما بيقدروا يعطوا رأيهم فيه. 18 طائفة وحكومات وحدة وطنية صورية وميت زعيم وزعيم إلن 40 سنة عم بيعارضوا بعضهم. وصلوا البلد لهيدا المحل؟ المعارضة المستحيلة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بحلقة جديدة من 20-30 3-9:30 المساء على الـ LBCI والـ LDC.